وصلنا جاردن سيتي 8 شارع ابراهيم نجيب برج الصباح عند معمل ليبتو فيت، المعمل البيطري الوحيد المتخصص في مصر الى الان. يعني ايه معمل بيطري متخصص؟ يعني حضرتك المعامل دايما بيعملوا ايه؟ ياخد بيبقى معمل تحاليل بشري وممكن يفتح قسم للحيوانات، لكن ما عندناش فكره ان في عندنا معمل كامل مخصوص عشان الحيوان بس. طب هتقول لي ما في عيادات، اقول لك ايوه يا فندم، في بعض العيادات بيبقى عندها اجهزه بتشتغل عليها، بس هل هيطلعوا نفس النتيجه اللي احنا هنشوفها هنا؟ مفيش. اولا مؤسس هذا المعمل هو الاستاذ الدكتور احمد سمير، الاستاذ في قسم الميكروبيولوجي في جامعه القاهره، وهو احد العلماء في هذا القسم من زمان جدا. انا عن نفسي على مدار تاريخي في علاج الخيل ما شفتش حد اتعامل معايا في الحالات بتاعتي بطريقه بروفيشنال ونتائج مظبوطه، وساعدنا ان احنا ننقذ حيوانات كتير جدا، خيل كتير جدا بالنسبه لي تم انقاذها عن طريق التحاليل اللي الدكتور احمد سمير كان بيعملها في المعمل بتاعه، وده طبعا حاجه قليله جدا قصاد اللي بيعمله. وطبعا احنا زي ما انا بقول تملي البلد دي لو فضلنا كلنا نركز على النماذج الحلوه زي الدكتور احمد والنماذج الكويسه اللي بتعمل حاجه جديده عشان تطور السيستم اللي اوريدي كان عطلان، بصراحه البلد دي هتروح في حته ما راحتهاش قبل كده. اتمنى كل واحد يعمل في مجاله اللي هنسمعه النهارده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا والله. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا تاريخ حضرتك في عالم التحاليل البيطريه تاريخ مشرف جدا. ممكن اغلب الدكاتره البيطريين يعرفوا مين الاستاذ الدكتور احمد سمير، بس المشاهدين عاوزين نقول لهم نبذه عن الدكتور احمد سمير ومعمل ليبتو فيت. بدا ازاي؟ ايه فكره المعمل؟ صعب جدا حد ياخد ريسك يا دكتور يقوم فاتح معمل بيطري بس. طبعا احنا يعني في الاخر اللي انت معتمد على كثافه الاعداد. طبعا فلما تفتح معمل وبهذه الشياكه والجمال اللي احنا شايفينه ده وما يجيلكش الكيز لود العالي ممكن يحصل خساره. طبعا فحضرتك ازاي ابدعت وعملت الفكره ديت وفي نفس الوقت حولتها لمشروع نجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اسمي احمد سمير، استاذ في كليه الطب البيطري جامعه القاهره في قسم الميكروبيولوجي. الحقيقه قسم الميكروبيولوجي هو قسم يعتبر قسم التحاليل، حتى القانون بتاع وزاره الصحه بيدينا الحق كبيطريين ان نفتح معمل بشري ونرخص معمل بشري طالما التخصص بتاعنا مايكروبيولوجي او بايوكيمستري. والحقيقه في الزمان يعني انا معايا الترخيص ده وكنت باخد الترخيص يقول لي تحاليل مايكروبيولوجيا بيطريه، اقوم رافع قضيه بحيث ان انا احوله الى معمل بشري او تراخيص معمل بشري. انا اشتغلت حوالي 10 سنين في من بعد تخرجي بجانب دراستي وبجانب التسلسل الوظيفي بتاعي في الكليه في معمل بشري. بس الحقيقه انا خريج طب بيطري وانا عايز اشتغل في مجالي، وانا مش هاوي ان انا يعني اتعامل مع الحيوان مباشره بان انا اعالجه. يعني دي بتبقى حضرتك عارف دي مواهب. يعني حضرتك موهبتك في الخيل، انت حضرتك مش دكتور خيل، انت حضرتك موهوب في الخيل. دايما تملي نقول للناس الموضوع ده مش فاهمينه. لا ده مهم، وبرده مش دكتور بس، سايس التعامل اي حد لازم عنده موهبه مع الحيوان بتاعه عشان ينجح. بالظبط. فانا مش موهوب في الحته دي، لكن انا بحب شغل التحاليل وبحب شغل البنش اللي حضرتك شايفه وبحب شغل العينات. فعلا بيستهويك يا دكتور. هو شغلتي ببقى في قمه السعاده لما بطلع مثلا كلتشر بكتيريا وبعمل لها تصنيف. لحسن الحظ طبعا ان يعني ربنا كرمني برحمه الله عليه استاذي الدكتور عصام حاتم وداني في النمرو، النمرو دي اللي هي البحريه الامريكيه، وجاب لي مشرف من هناك في الماجستير والدكتوراه. الحقيقه اتعلمت هناك حاجه مهمه جدا اللي هو الستاندردايزيشن. احنا ممكن نشتغل، انت ممكن حاجه تودي العينه لثلاث معامل تلاقي ثلاث نتائج مختلفه. مظبوط. الحقيقه ان الثلاثه اشتغلوا بس كل واحد اشتغل بعلامه وبثقافته. مظبوط. واللي اتعلمه والباك جراوند بتاعه.
لكن هل اشتغلنا بطرق ستاندردايزد؟ هل اشتغلنا بحاجة اسمها SOP اللي هي الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز؟ لا، احنا ما عندناش الثقافة دي، لان مش معلومة. يعني انا زي ما بقول وده ثقافة ولا علم؟ هو علم موجود في الكتب ماشي، بس عشان تبقى فيه ممارسة دي ثقافة. زي واحد بالظبط راكب عربية حلوة جدا بس بيرمي ازازة المية في الشارع. صح 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 صح، دي ثقافة. مظبوط، يعني مش علم يعني. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انا احب التخصص. المهم كان قدامي ان انا افتح معمل بشري، بس الحقيقة ودلوقتي النقابة عملت شغل جامد جدا في موضوع ان انت ما ترفعش قضية، يعني مجرد ما تاخد دبلومة او ماستر او كذا في الميكروبيولوجي او البايوكيمستري ممكن تفتح معمل بشري بسهولة. بس في كم معمل بشري في مصر؟ كتير جدا، سواء كبير اسامي او سواء صغير. مظبوط. طب في كم معمل بيطري في مصر؟ مفيش. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في بعض العيادات او بعض المراكز الطبية البيطرية عندها اجهزة تحاليل. بس هنا انا متخصص في تحاليل بس، ليه انا احلل عند حضرتك المرض معين وما حللوش في عمل بشري؟ لا، في فرق كبير جدا جدا. أيوة جدا. انا نفسي تبلغ الناس يا فندم، لان هم مش فاهمين هذا الفرق. لا لا لا، في فرق كبير جدا، فرق كبير. اولا في الاجهزة، ثانيا في التقنيات اللي بنشتغل بيها. بمعنى ايه؟ حضرتك مثلا عايز تحلل هرمون معين، متعارف ان الهرمون ده بيشتغل بنشتغل التحليل بتاعه باختبار اسمه الإلايزا. اوكي، الإلايزا الالف ب بتاعها حاجه اسمها الكونجوجيت، الناس المتخصصه فاهمه. ايوه، الكونجوجيت ده اللي هو انتي سبيشيز. انتي سبيشيز يعني ايه؟ يعني لو انا بشتغل من عينه جايه من دم بني ادم لازم يبقى فيه انتي هيومن، هو ده اللي بيتحط. لو بشتغل من قطه بشتغل بانتي كات، لو بشتغل من كلب بشتغل بانتي دوج، بشتغل بحصان بشتغل بانتي هورس. فبيطلعوا نتائج غلط اكيد. فبالتالي المعامل البشريه مش جايبه الكيتس دي، المواد التشخيصيه دي مش هتطلع نتيجه اصلا. ازاي مش هيطلع؟ او هيشتغل على كيت غلط. هيشتغل بقى هتلاقي حاجات وارقام كبيره جدا غريبه جدا. انا عملت تحليل لحصان عايش زي الفل جميل، الراجل عاوز يطمن عليه بس، يعني لقيت ان العلامات بتاع التحليل بتقول ان هو عنده سرطان، يعني لوكيميا. فاهم؟ فاستغربت جدا. مع طبعا ديت من اللي حضرتك بتقوله ان مفيش تخصص، مفيش حد عنده الكرايتيريا بتاعت البيطريه والاجهزه المخصوصه البيطريه عشان يطلع لنا احنا نتيجه ننقص بيها الروح. مع حضرتك بتساعدنا. ما هي القصه بقى مش اجهزه بس. القصه كمان البيرسونال اللي بتشتغل. الله. بمعنى ايه؟ انا عندي في المعمل كل اللي شغالين معايا بيطريين طالعين عارفين يعني ايه طبيعه النسيج اللي جاي من اصل حيواني. الدم اللي جاي من اصل حيواني. انت حضرتك بتقول دلوقتي لو وديت معمل بشري، طيب انت لو وديت معمل بشري هتقول له دي عينه كلب. قدامه حاجه من الاثنين، يا يقبلها يا يرفضها. معامل كتيره بترفض. مظبوط. لكن في معامل كتيره بتقبل. مظبوط. طيب لو هو رفض بضطر ان انا كاونر او صاحب حاله بقول له ايه؟ العينه دي باسم ايه؟ احمد محمد. يقوم هو عامل ال 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 مظبوط يا فندم، ده بيحصل. ما ده كنا بنعمل كده. ما انا بصراحه فهو بص لايه يحصل ايه؟ هيلاقي ان رقم مثلا الكرات الدم الحمراء طالعه 8 مليون. 8 مليون دي في الحصان ده طبيعي. طبيعي. لكن في البني ادم ده شيء، ده حاجه يعني احنا الطبيعي لحد 5 مليون. حصلت مره الراجل راح ودوا له عينات بتاعت حصان في المعمل. فالمهم رايحين يستلموا النتيجه قال لهم لا، في حاجه غلط. قالوا يا عم هتبلغ ليه؟ قال لهم لا دي مش نتيجه بني ادم. هو الراجل ده فين؟ عاوز اشوفه. قلنا له بس ده مريض، ده قاعد في السرير تعبان. الناس اللي بيعملوا كده الحمد لله انا ما بعملش الكلام ده، ورافض فكره ان انا اتعامل مع معمل غير بيطري. انا رافض الموضوع ده لان قابلت الموضوع. بس الناس اصحاب الحيوانات زي ما الدكتور احمد بيقول ساعات بيتزنقوا. فقال له لا انا هجيب المريض. فقال له اجيب لك مريض؟ اجيب لك الحصان يعني؟ فالمهم كلمه من هنا كلمه من هنا، التاني بقى مش عارف ده حصان. فقال له لا 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 انا هتصل بالبوليس، ده الراجل ده في حاجه غلط، ده سوبر ناتش مش طبيعي. ايوه صح، ما هو ده حقيقي. ففي الاخر الفلوس اتدفعت بتاعت البتاع
وما خدوش النتيجه ومش عارف يرجع عليه يقول له حاجه فاهم، لان الراجع قال له انت حصان، قال له انت بتستهزر بقى، لان هو ما ده دكتور يعني عنده ضمير. ليه؟ في بعض الناس بقى يقول ايه، طب ما انا احط النتيجه بقى على حسب ما هي طالعه. انا اشتغلتها مره واثنين وثلاثه وطالع نفس الرقم. دكتور الكلام ده مهم قوي للدكاتره طبعا، حضرتك مش متخيل. واصحاب الحيوانات، ومعانا كمان المخرج بتاعنا الاستاذ شاكر، يعني بيربي كلاب كتير وبيروح يحلل عند معامل بشري، انا شايفه. لا خلاص بقول ممنوع معامل بشري. لا هي دي الحقيقه، اصل انا بتكلم. ما تزعلوش مننا يا جماعه، البشر بشر والحيوانات حيوانات. ما هو طبعا، ما انا هقول لحضرتك على حاجه، انا لما باخد تراخيص المعمل البشري برضو في وزاره الصحه بيقولوا لي لا انت لازم تكتب طبيب بيطري او لازم تكتب طه به او لازم تعمل ما اعرفش ايه، فبضطر ان انا احاول بقى اداري على الموضوع. ما هي برضو ما هو حق، هو شايف ان هو حقه، انت بيطري ما تفتحش معمل البشري. فبس انا يعني خلاص انا مش عايز بقى الكلام ده، فبالتالي عملت التخصص. هقول لحضرتك حاجه كمان، حتى في التحاليل البيطريه المتخصصه في تخصص. يعني انا بقول لحضرتك انا استاذ مايكروبيولوجي، مايكروبيولوجي اللي هو بتاع المزارع البكتيريه. بتجيب لي عينه بقول لك الميكروب فيها ايه والمضاد الحيوي اللي يمشي. ده حضرتك انقذتني مره حصان كان عنده، الحصان قاعد بينك ومحدش فاهم عنده ايه، وبعدين مفيش اي اعراض باين عليه غير حاجه غريبه، فكلمت الدكتور احمد سمير الحقيقه وبعت لي النيزل سواب، وعملنا خدنا مسح من المناخير وطلع لي المزرعه مظبوطه 100%، وعرفنا نوع البكتيريا وقضينا عليها، قعدنا نعالجها 3 اسابيع، والحصان رجع دلوقتي مكان بيموت. ما شاء الله والله يا دكتور، ما شاء الله. والحصان رجع دلوقتي ما شاء الله في البطولات ولا في اي حاجه خالص. ما شاء الله. ما هي طب ده تخصصي. طيب لما حضرتك بتبعت لي مثلا عينه دم او عينه ستول او يورين او بول او براز، طب ما هو ده مش تخصصي. لا انا عندي هنا طقم كبير جدا، هو كل واحد متخصص في حاجه. مين الطقم بقى ده؟ عندي اولا دكتور طارق سيد مسلم، ده باحث في معهد تناسليات الهرم، والدكتوراه بتاعته في الكلينيكال باثولوجي اللي هو الباثولوجيا الاكلينيكي اللي هو الهيماتولوجي ابحاث الدم والكيمياء الدم. معانا الدكتور ايهاب علي، ده مدرس في المركز القومي للبحوث في الشعبه البيطريه، وهو تخصص مايكروبيولوجي برضو لان هو ماسك الشغل بتاع الإلايزا بتاعي بتاع السيرولوجي والحاجات دي. معايا الدكتوره مروه عيد، دي دكتوراه في الباراسيتولوجي، هي الدكتوره هي مدرس في الباراسيتولوجي بتاع طفيليات الدم بس. معايا الدكتور محمد رفعت، دكتوراه في الباثولوجي في قسم الباثولوجي في جامعه القاهره، برضه متخصص في العينات اللي هي الاورام والهيستوباثولوجي والحاجات دي. يعني حضرتك بس كمان مش اي حد بيعمل اي حاجه. طبعا طبعا. لا ومحدش يتعدى على شغل التاني. يعني حضرتك لما تيجي تسالني في نتيجه حصل فعلا حضرتك قبل كده قلت لي لا انا هرجع، انا هرجع انا استغربت جدا. لا لان ما انا هم ما هو وجودهم هو ده الهدف. معايا برضو الدكتورة عائشة علي، هي الطقم بقى الجونيور الصغير. الدكتورة عائشة دي اتمرنت في عيادات كتيرة جدا وبتعرف تسحب عينات دم من الكلاب والقطط. كويس. لان دي مهم، انا هنا معمل وفاتح المجال ان يجي لي اونرز، فبالتالي مش هينفع اقوله لا روح للدكتور اسحب عينة. لا انا هنا يعني اقدر اقدم خدمة ان انا اسحب عينات، او في بعض الاحيان حضرتك بتطلب ان نروح نسحب عينات من المزرعه او من البيت او كذا او كذا. لازم يبقى معايا دكاتره بيطريين كواليفايد ان هم يقدروا يسحبوا ويقدروا يتعاملوا مع الحيوان. ما انا برضو مش هبعت مزبوط. واحد مش خايف من الكلب. مزبوط. لا لازم واحد يبقى عنده الموضوع ده. دكتوره عائشه الحقيقه في الموضوع ده شغاله كويس جدا. معانا الدكتوره اوجينا سمير، هي اللاب تكنولوجيست، هي مش بنتك يا دكتور؟ لا هي اختي. وجينا اختي، ويعني هي دفعه 2019. ما شاء الله. هي اللاب تكنولوجيست، هي اللي بتدير بقى شان الفنيات بتاعه المعمل. مظبوط. يعني في الكيتس موجوده بتعمل التكنيكس مظبوط، بتنفذ الحاجه وبتتعلم. طبعا طبعا. معايا برضو الدكتوره مروه محمود، دي بقى مش الحقيقه يعني مش بيطريه، ولكنها هي مدرس في كلية الإعلام جامعة القاهرة، بس هي اللي مسؤولة عن الماركتينج والسوشيال ميديا. أنا بقول لحضرتك الموضوع مش بيزنس، يعني أنت حضرتك بتتكلم في موضوع إيه، لو جالك ريت عشان الخسارة وعشان المكسب. أيوة ده كويس. أنا إحنا ما حدش فينا فاتح حاجة عشان كده. يعني لا طبعا. لكن أما تفتح الحاجة وإنت حبيبها وبمزاج، دي بتبقى برضو حاجة جميلة جدا. الله.
انت بتفيد نفسك، بتفيد اللي حواليك، وبتفيد مهنتك، وبتفيد البلد. يا دكتور انا عايز بقى النهارده، احنا اتكلمنا عن البيرسونيل، احنا عاوزين نتكلم عن، اتكلمنا عن الاشخاص خلاص اللي شغالين في هذا الكيان واللي ماسكينه، وعرفنا ان هو بيقسمه كل حاجة، اي عينة بتروح للتخصص المثالي اللي موجود وماسكها، والدكتور احمد منظمها. عشان كده انا عرفت دلوقتي سر نجاحكم معايا. يعني انا حالاتي عرفت ليه بتطلع كويس الحمد لله، وعشان في ناس زي حضرتك بيعملوا الموضوع ده باحترافية. حضرتك دخلنا بقى في موضوع المعدات. طبعا انا لو عندي اشخاص كويسين جدا وعندي معدات اي كلام، حضرتك عارف ان ممكن يحصل مشاكل ولا مش هيحصل؟ لا طبعا هيحصل طبعا. طب قول لي بقى ايه المعدات اللي حضرتك اللي موجوده هنا، وايه الخدمات اللي بتعملها بملخص سريع للمشاهد بحيث ان هو ما يتلخبطش؟ او تمام، هو احنا المعدات نقدر ان احنا نجاوب على السؤال ده من الاخر للاول. ايوه. بمعنى ايه الخدمات اللي انت بتقدمها؟ جميع انواع التحاليل كلها يا دكتور. انت ممكن حضرتك ما تشوفش كل الاجهزه هنا، ولكن احنا بنقدم تحاليل اللي زي البني ادمين بيحتاجوها، صوره دم، وظائف كلى، وظائف كبد، سكر، كوليسترول، دهون، دلالات اورام، هرمونات، طفيليات دم، مزارع بكتيريه، تحليل براز، تحليل بول، كل التحاليل. بلس طبعا التحاليل دي بتخدم عليها الاجهزه، يعني عشان اعمل الكيمياء، وظائف الكلى، وظائف الكبد، لازم يبقى في جهاز للكيمياء. عشان اعمل الهرمونز والحاجات الانفكشوس، التوكسوبلازما، اللايم ديزيز، البوريليا، الليبتوسبايرا، المينرالز، الحاجات دي بتبقى لازم جهاز خاص وكيتس خاصه بيه. عشان اعمل صور الدم بيبقى عندي حاجتين، يا اما اشتغل بجهاز والجهاز ده لازم يبقى عليه سوفت وير للحيوانات، يا اما بشتغل مانيوال. بمعنى الخيول نيفر ان انا اقدر اشتغلها بجهاز نهائي. ليه؟ حضرتك عارف الدم بتاع الخيل، الكرات الدم الحمراء بتعمل حاجه اسمها رولو فورميشن. الرولو فورميشن دي 7-8 خلايا كرات دم حمراء بتتجمع على بعض، لو حطيتها في جهاز هتقيسها خليه واحده، لكن انا بعملها مانيوال، او مش انا، انا شخصيا يعني هو المفترض ان هي تتعمل مانيوال بالايد. ان انا بحط الدم وبعمل دايليوشن وبعمل محاليل على اساس تطلع النتيجه مظبوطه. بلس بقى ان انا بعمل المزارع البكتيريه تحت السيفتي كابينت، زائد ان احنا ده السيفتي كابينت بيتفتح بيعزل اي بكتيريا، يعزل اي بكتيريا. البكتيريا اللي جوه هي بس اللي بتطلع من العينه، ما يسمحش باي تلوث او اي كونتامينيشن. بنشتغل تقنيات متقدمه زي البي سي ار، الإلايزا، في معمل ايجيبت بايو لاب. احنا مشتركين، فرعنا الثاني في 6 اكتوبر هناك، بيعمل الحاجات بقى الادفانسد ريال تايم بي سي ار. نعمل بنشتغل بي سي ار، بنشتغل سيكونسنج، بنشتغل اتش بي ال سي مع الدكتور عبد الباري، في استاذ مساعد في قسم الكيمياء الحيويه معانا في الكليه، والمعامل بتاعته اسمها ايجيبت بايو لاب، واحنا فرع بتاعنا الثاني معاه هناك. بص للكاميرا وتدي رساله للدكاتره البيطريين، عشان احنا في الاخر يا دكتور الدكتور البيطري هو اللي بيحرك الاونر، او هو اللي بيحرك صاحب الحيوان. لو هو بقى عنده الثقافه ان هو يروح يحل، انا عارف ان المعامل البشريه تعمل لنا مشاكل جامده، بس احنا لو الدكتور البيطري فهم اللي حضرتك بتقوله، للاسف احنا ما بيكونش فيه توعيه جامده بالحاجات دي. مهم جدا تبين لنا الناس، العلماء بتوعنا يبينوا لنا انت يا ابني لازم تعمل دي ليه، وانت يا ولد دي تعمل دي ليه، عشان ده يحصل كذا، الكلام ده كله. فانا عاوز رساله ليهم مختصره جدا، يتعاملوا مع التحاليل بتاعتهم في المعامل البيطريه بس، ليه بشكل مختصر يجمع كل الحديث بتاعنا النهارده. هو الحقيقه الدكاتره البيطريين مش محتاجين يتوصوا الحقيقه، لان هم دلوقتي بقت في ثقافه ان انا مش بس بعمل تحاليل، لا انا بعمل زي ما الكتاب بيقول، الحاله بتجيلي باخد حاله مرضيه، تاريخ للحاله، بعمل فحص عام، بعمل الدايجنوست، بستخدم الدايجنوستيك تولز سواء كان تحاليل بيطريه او اشعه او سونار. الحقيقه انا بس عايز اركز مع الناس، وده اللي بتكلم فيه، وبعمل ايفنتس كتيره مع الدكاتره اصدقائي، يعني ان احنا نركز ان احنا ناخد العينه ازاي. يعني انا دوري ان انا بعمل ايفنتس،
بحيث ان انا اقول له انت تاخد العينه دي ازاي، وفي نفس الوقت الرقم لما يجي لك هو مش مجرد رقم، الرقم لما يجي لك وراه انتربريتيشن كبير جدا، وده اللي احنا بنحاول نوصله للناس، ونحاول ان احنا حتى في التقارير بتاعتنا ان احنا نقول له والله ده بيبقى عالي في حالات 1 2 3. لازم يعني يتثقفوا كويس، لازم يقروا كويس، مش هيحصل اي بروجريس ليك الا لما تقرا كتير، الا لما تستخدم الدياجنوستيك تولز اللي حواليك المتاحه حواليك. ماشي يا دكتور، انا طبعا سعدت بلقاء حضرتك، بس انا عاوز حضرتك توعدنا بحاجه كده تبقى للمشاهدين بتوعنا هديه. الهديه دي ان حضرتك ان شاء الله قريبا تعمل لنا محاضره للاطباء البيطريين مجانا، هندعو فيها اللي نقدر ندعو من الاطباء اللي بيشتغلوا في مجال الفيلد، وحضرتك تشرح التحاليل البيطريه مع الناس المختصه اللي حضرتك هتجيبهم، ونعمل ايفنت، عشان انا شايف ان ثقافه التحاليل البيطريه في مصر للاسف منهاره، وانا عاوز تطلع احسن من كده. انا رحت مستشفيات في امريكا وكنت عارف الحصان يعني ما بيدخل عندنا بيتعمل له تحاليل ازاي، الهاندلنج بتاع السامبل ازاي، كل الكلام ده يتعمل ازاي. حضرتك توعدنا بهذا؟ لا ده وعد طبعا، انا اوريدي بعمل الكلام ده على قد ما بقدر. لكن طبعا لو احنا عايزين نعملها قدام الدنيا كلها حاجه جلوبال، انا طبعا طبعا دي مهنتي اصلا على فكره، يعني نشر العلم تبقى صدقه جاريه لحضرتك. ما دي مهنتي، التدريس مهنتي. احنا عايزين ناس زي حضرتك يا فندم يفتحوا في كل محافظات مصر، يا رب. عايزين ناس زي حضرتك يفتحوا في الوطن العربي، عايزين الكلام ده كله. يا ريت. ساعدنا بلقاء حضرتك يا فندم، والله يعني فخورين ان عندنا مكان زي ده، وعندنا يخليك. عقليات بهذا المستوى، وعندنا علماء نشيلهم فوق راسنا زي ربنا حضرتك. ربنا يخليك. تسلم دكتور حازم. ده كان لقائنا في ليبتوفيت، المعمل اللي موجود في 8 شارع ابراهيم نجيب، برج الصباح، جاردن سيتي. اي حد عنده مشاكل تتعلق بالتحاليل البيطريه، ده معمل انا بعمل له ريفيرل، وانا شايف ان هو النموذج المثالي للمعامل البيطرية التي يجب ان تكون. اشوفكم على خير.